أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء آيات نمبر 14. ومن يعص الله ورسوله ويتعد. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سیاہ ہے، ادغام مع عنہ ہوگا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ. دال ساکن کو ہلا کر فڑیں گے، خواہ کو موٹا فڑیں گے. نَارًا، را پر دو زبر ہے، موٹا فڑیں گے. خَالِدًا فِيهَا وله عذاب مهين. وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم.